الرئيس السيسي يواصل زيارته إلى مملكة البحرين ويؤكد الحرص الوثيق على زيادة التعاون بين البلدين في شتى المجالات. رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار وترتيبات استضافة مؤتمر المناخ COP27. انطلاق قمة الناتو في مدريد وبايدن يعلن تعزيز الوجود العسكري في أوروبا. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة صباحا في غرينتش، نشرة إخبارية جديدة من النيل، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز مع البحرين في ضوء ما يمثله من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع سمو الأمير سلمان ابن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء. من جانبه أكد الأمير سلمان ابن حمد تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، فضلا عن الدور المهم للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالبحرين كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين. بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى البحرين، حيث استقبله العاهل البحريني الملك حمد ابن عيسى آل خليفة في قصر الصخير بالعاصمة المنامة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة. في ثاني أيام جولة السيد الرئيس الخليجية، وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة البحرينية المنامة قادما من سلطنة عمان، حيث كان في استقبال سيادته جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وكبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية. حيث اصطحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر الصخير، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمية. سلام جمهورية مصر العربية، سلام. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد حمادة، نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد، بعد التحية، يعني جولة خليجية للرئيس السيسي بدأها بسلطنة عمان ووصل الآن إلى البحرين منذ أمس في زيارة تستغرق يومين، أهمية هذه الزيارة للبحرين وأبرز المواقف التي سيقوم البلدان بتنسيق المواقف بشأنهم؟ يعني بداية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء كان إلى سلطنة عمان والتباحث في العديد من الملفات الهامة التي تهم المنطقة العربية مثل عملية الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، أيضا الملف الاقتصادي كان حاضرا ذو قوة، حيث يعني شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مع كبرى الشركات السلطنة عمان وتحدث عن فرص الاستثمار في مصر وأن الجو آمن وأن هناك تشريعات وأن هناك مزيد من المجالات الهامة بالنسبة لعمليات الاستثمار في مصر. بالنسبة للزيارة الآن للبحرين، هي زيارة في غاية الأهمية، حيث أكد الرئيس أن السيسي أن التعاون والتنسيق المصري البحريني هو دعامة أساسية للاستقرار الإقليمي. هناك زيارات متبادلة بين الطرفين، هناك رؤى مشتركة، هناك ظروف بتمر بها الأمة العربية وتحديات كبيرة، ويحاول بقدر الإمكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يخرج برؤية واحدة للموقف العربي في العديد من الملفات، سواء كان الملفات الخاصة بمنطقة الخليج العربي وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، أيضا رفض التدخلات في الشؤون الدول العربية و دول الخليج على وجه الأخص من قبل بعض القوى الإقليمية، أيضا أن الدولة المصرية تقف بقوة مع دولة البحرين ومملكة البحرين وأيضا مع سلطنة عمان، وطبعا العلاقات متميزة، هناك علاقات تاريخية ثقافية اجتماعية مصاهرة. يعني الاحتفال الذي قبل به الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إنما يؤكد على محبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر في قلوب كل البحرينيين. نعم، طيب في رأيك يعني ما هي القضايا، يعني هذه الزيارة تأتي قبل حوالي أسبوعين من قمة تجمع الدول العربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في رأيك ما هي أبرز الملفات التي سينسق فيها الرئيس السيسي مع الدول العربية، خصوصا على ضوء اللقاءات الأخيرة التي عقدت سواء في القاهرة أو في الدول التي زارها الرئيس السيسي؟ يعني مما لا شك فيه أن الزيارات المكوكية سواء كان إلى مصر سواء كان إلى منطقة الخليج العربي إنما الهدف منها هو توحيد أجندة قوية لطرحها على الإدارة الأمريكية في التعامل مع ملفات المنطقة واهتمامات المنطقة، حيث سوف يتم مناقشة الوضع الأمني والأمن المنطقة العربية الذي هو. أستاذ محمد، طيب فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد حمادة الكاتب الصحفي، شكرا لك على كل حال. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن عن خالص تعازي مصر حكومة وشعبا في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع ببناء العقبة. من جانبه أعرب العاهل الأردني عن الشكر والتقدير للرئيس السيسي مؤكدا قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ما تليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بقطاع السياحة والآثار وما تقدمه من دعم من أجل تعزيز المكانة الرائدة لمصر دوليا في سوق السياحة والحفاظ على تراث مصر الحضاري والوقوف إلى جانب قطاع السياحة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع خالد العناني وزير السياحة والآثار. من جانبه استعرض العناني مستجدات الحركة السياحية الوافدة والجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية على السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونية نهائيا لمنطقة الأهرامات بالجيزة. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونية نهائيا إلى منطقة الأهرامات بالجيزة، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، موضحة أنه يسمح بدخول الأطفال دون السن القانونية بكافة المناطق الأثرية شرط وجود رقابة عليهم، وذلك بهدف حمايتهم في المقام الأول. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تهنئة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمناسبة حلول الذكرى 9 لثورة 30 من يونيو المجيدة. كما عاهد مدبولي رئيس الجمهورية بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهدها من أجل دفع عجلة التنمية في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة سيادته، سعيا لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين. وأكد مدبولي في رسالته أن ثورة 30 من يونيو تمثل يوما فارقا في حياة الشعب المصري الذي خرج بالملايين منتفضا ضد قوى الشر والظلام، صانعا بذلك واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر من أجل إنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار واستعادة الدولة لدورها الوطني لتبدأ في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. يتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للقيادة الوطنية الرشيدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة يونيو الخالدة. وأكد زين أن دور الإعلام الوطني متواصل بقوة في مساندة جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية في البناء والتعمير من منطلق مسؤولياته الوطنية بتسليط الضوء على كافة إنجازات وإصلاحات الدولة المصرية في شتى المجالات. وأضاف زين كذلك على دور الإعلام الوطني في العمل على تعظيم وعي المواطن والتوضيح للرأي العام ما شهدته مصر من تنمية حقيقية وبناء واستقرار والإنجازات التي تحققت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا والتي تعد نموذجا يحتذى به في التنمية المستدامة. بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى 30 من يونيو. كما هنأ وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب والشيوخ الرئيس السيسي بهذه المناسبة. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت وزارة الداخلية فعالية يوم 30 من يونيو 2022 بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، وذلك ضمن المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي سبق إطلاقها وتستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية. يحب بلده بلده بتحبه كده عشان يخلي الناس تبقى
فرح بالشكل ده. تتزين السلاسل والمحال التجارية والمطاعم الكبرى بلافتات مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار استعدادا للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. فرح بلدنا كمان وكمان طيبة ولاد بلدك بالبال متشافهي مش بس كلام. يتسابق الجميع للانضمام والمشاركة بفعالية في مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو. نشكر وزارة الداخلية أنها أتاحت لنا الفرصة أن احنا نكون مشاركين في مبادرة كلنا واحد بمناسبة 30/6. وكل سنة وانت طيب يا ريس، وكل سنة وشعب مصر طيبين، وإن شاء الله في انتظاركم مع أكبر خصومات في جميع فروعنا. اللي انت اقتضاءات يوم 30/6 ان شاء الله تنال اعجابكم، ومستنيينكم في انتظاركم ان شاء الله. عاملين احتفاليه كبيره جدا يوم 30/6، نتشرف جدا باستقبال المواطنين للاستفاده من الخصومات الكبيره اللي احنا هنعملها. حابين نهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا بمناسبه 30/6، يوم عيد على الشعب المصري كله. منتظركم يوم 30/6، بنهني الشعب المصري وبنهني سياده الرئيس، وعاملين خصومات كبيره في جميع فروعنا. هيبقى في خصومات كبيره وخصومات كتير، بس اللي حوالي 70% على كل البراندات وكل المحلات اللي موجودة. تخفيضات كبيرة جدا، الهدف منها ان احنا نشارك في المبادرة العظيمة اللي كان اساسها هي ثورة 30 يونيو. 22 مول تجاري و16 كيانا صناعيا وتجاريا باجمالية 426 منفذا وعدد 52 سلسلة مواد غذائية ومطاعم باجمالية 359 محلا على مستوى الجمهورية، موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية تقدم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة احتفالا بهذه المناسبة. احنا عاملين احتفالية كبيرة بخصوص احتفالات 30 يونيو، وعاملين خصومات كبيرة بجميع فروعنا. في مفاجآت وفي خصومات وفي تخفيضات هتبقى موجودة في المول، واحتفالية بشكل لطيف. احنا عاملين تخفيضات في مطاعمنا وفيه تنورونا وشرفونا ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين وسيادة الرئيس طيب والشعب المصري بخير وسلام. شرفونا في يوم 30/6 عشان نحتفل باليوم ده مع بعض، عاملين خصومات حلوه جدا، كل سنه وانتم طيبين، وهنكون في انتظار حضراتكم تحتفلوا معانا يوم 30/6 ان شاء الله، وكل عام وحضراتكم بألف خير وسلام. بحب اقول للرئيس كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه وحضرتك دايما بخير، والشعب المصري كله دايما بخير، كل سنه وانتم طيبين. ومناسبه 30/6 احنا في انتظاركم، تشرفونا، بنقدم تخفيضات هائله دعما لمبادره كلنا واحد تحت رعايه السيد الرئيس. بهذه المناسبه السعيده بنعلن عن خصومات ومفاجآت داخل فروعنا داخل مصر وخارجها، ومنتظرينكم تشرفونا نحتفل سويا، وكل عام وانتم بخير، وربنا يحفظ البلاد والعباد من كل سوء. وتستمر تخفيضات الأسعار بالمرحلة 22 لمبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك بإجمالية 1002 منفذا لكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية. إضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية التي تستمر في تخفيض الأسعار حتى نهاية العام، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. شهدت مؤسسة حياة كريمة تفعيل أنشطة مراكز الشباب، وذلك من خلال افتتاح مركز شباب عرب الشيخ صالح في محافظة الجيزة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية في المحافظة. وقد تضمنت فعاليات الافتتاح إقامة الأنشطة المختلفة داخل المركز وسط فرحة الأهالي وشباب قرية عرب الشيخ صالح التابعة لقرية عرب الحصار القبلية بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.
وبدأت الفعالية بالحديث عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وكذلك عن أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق مركز الصف بمحافظة الجيزة وإنشاء مركز شباب جديد لأبناء القرية. أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح خلال اجتماع برعاية الأمم المتحدة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جنيف، أكد ضرورة أن تصل اللجنة المشتركة التي تقودها الأمم المتحدة إلى صياغة قواعد دقيقة وقابلة للتطبيق بشأن الدستور الليبي الجديد. نتمنى أن تصل اللجنة المختصة إلى صياغة قواعد قانونية دقيقة وواقعية وقابلة للتطبيق، وتستوعب وقائع الحياة المستجدة، وتصاغ بعناية وبلغة سليمة، بما يؤدي إلى تحقيق هذه النصوص الغاية التي من أجلها وضعت. كما شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح على ضرورة الاستمرار في الحوار للخروج من المرحلة الانتقالية وانتخاب قيادات ليبية دون تدخلات خارجية. علينا الاستمرار في الحوار، وهو فن إدارة الاختلاف وتنظيم متطلبات العيش المشترك، والتوافق الصادق والموضوعي لا يبنى على خديعة سياسية، وينطلق أساسا من فكرة أن الوطن يتسع للجميع دون تخوين أو تكفير أو إقصاء، وعلى المواطنة الكاملة والمساواة التامة. نحن نحرص على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، والخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغا تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستغل مساحة الحرية والفراغ السياسي. في محاولة لكسر الجمود بشأن قواعد الانتخابات والخروج من المرحلة الانتقالية التي طال انتظارها، اجتمع رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات. في مستهل المحادثات التي تستمر يومين، دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إلى بذل جهد أخير واتخاذ قرار شجاع لضمان التوصل إلى حل توافقي وتاريخي من أجل ليبيا، وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن يتوصل صالح والمشري إلى توافق في الآراء بشأن المواعيد والطرق والمراحل الأساسية لضمان مسار واضح نحو إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت. وبشأن الانتخابات الليبية، أكد رئيس مجلس النواب الليبي على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، والخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغا تستغله التنظيمات الإرهابية. وكان يفترض تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر من العام الماضي لإنهاء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، لكن الانتخابات لم تتم بسبب عدد من الترشيحات الخلافية والتباينات العميقة حول الأساس القانوني للانتخابات. سلم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشيل عون تشكيل الحكومة الجديدة اليوم، جاء ذلك بعد قرابة 6 أيام من تكليفه بتشكيل الحكومة إثر الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها عون مع الكتل النيابية والمستقلين يوم الخميس الماضي، حيث أسفرت عن تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بأغلبية 54 صوتا. وأطلع ميقاتي الرئيس عون على نتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها ميقاتي على مدار يومي أمس وأول من أمس، وعقب اللقاء أعلن ميقاتي أنه سلم الرئيس التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في جنين شمال الضفة الغربية، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب استشهد برصاصة في الصدر، وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي الحداد والإضراب أثناء تشييع جثمان الشهيد في جنين ومخيمها بعد ظهر اليوم.
ويأتي الحادث بعد أقل من أسبوع على استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلوات شمال الضفة الغربية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستعزز وجودها العسكرية في أوروبا كي يتمكن الحلف من الرد على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كل المجالات برا وجوا وبحرا. وأكد بايدن خلال قمة لحلف شمال الأطلسي ناتو في مدريد أنه سيتم تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأمريكية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الحلفاء بحلف شمال الأطلسي الناتو سيواصلون دعم أوكرانيا بالأسلحة في حربها ضد روسيا طالما كان ذلك ضروريا. لقد انتهكت روسيا سيادة أوكرانيا ونزاهتها بحربها العدوانية الوحشية، وهذا هو السبب في أنه من الصواب أن تقدم الدول التي تجتمع هنا وكذلك العديد من الدول الأخرى مساهماتها حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بالوسائل المالية والمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا من خلال توفير الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل. الرسالة هي أننا سنواصل هذا بقدر ما هو ضروري حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها. أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ عن اقتناعه بأن الحلف يواجه أكبر تحد له منذ الحرب العالمية الثانية، كما اعتبر ستولتنبرغ أن روسيا تمثل تهديدا مباشرا لأمن دول الناتو المجتمعة في قمة في مدريد وتسعى إلى تعزيز جناح الحلف الشرقي ردا على العملية الروسية في أوكرانيا. صراعات على الأرض وقذائف تنهال من السماء واجتماعات أمام كاميرات الإعلام وأخرى داخل غرف مغلقة، هذا هو المشهد العسكري والسياسي الذي ينتاب العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. في العاصمة الإسبانية مدريد تتواصل قمة حلف شمال الأطلسي ناتو، حيث يجتمع أكثر من 40 من قادة الدول والحكومات للبحث في مستقبل الحلف الذي ستتمكن السويد وفنلندا من الانضمام إليه بعد الضوء الأخضر التركي. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ اعتبر خلال الاجتماعات أن روسيا تمثل تهديدا مباشرا لأمن دول الناتو، لافتا إلى أن دول الناتو ستتفق على برنامج مساعدة كامل لأوكرانيا لمساعدتها على تحقيق حقها في الدفاع المشروع عن النفس. كذلك دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو الناتو إلى توجيه رسالة وحدة وقوة مشددا على أن روسيا لا يجب أن تكسب الحرب. من جهتها دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كل دول الحلف إلى زيادة نفقاتها العسكرية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من أجل إعادة تشكيل قوة الردع وضمان الدفاع خلال العقد المقبل. كانت الأزمة الروسية الأوكرانية نشبت بحسب موسكو بسبب فكرة انضمام أوكرانيا للناتو، وهو ما يمثل عدم الالتزام باتفاقية مينسك الموقعة في عام 2014 حول المناطق الواقعة على الحدود شرق أوكرانيا. وتعتبر روسيا انضمام كييف للحلف خطا أحمر، حيث يمكن أن يضع موسكو في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والدول 27 الأعضاء بالحلف، وذلك وفقا لاتفاقية الناتو التي تعتبر أي هجوم يتعرض له عضو في الحلف هجوما على الحلف بأكمله. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد ربيع الديهي خبير العلاقات الدولية. دكتور، بعد التحية، كيف ستنعكس اجتماعات الناتو الحالية على الوضع في أوكرانيا مع تأكيد أمين عام حلف الناتو أن الناتو يواجه أكبر تهديد له منذ الحرب العالمية الثانية؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام. لا شك أن هذه الاجتماعات تأتي بتوقيت غاية الأهمية، ربما هو يعني توقيت أكثر سخونة منذ إنشاء الحلف أو الحرب الباردة. هذا التوقيت يعني العديد من الأمور، تدخل ربما سيحدد طريقة تعامل حلف الناتو مع أوكرانيا، كيف سيتم تقرير أو تقديم المساعدات، أو هل سيكون هناك مزيد من ضباط الخلفية، هل سيكون هناك مزيد من المساعدات أم أن الموضوع سينتهي إلى هذه النقطة. نتحدث أيضا على مجموعة من المخاطر التي باتت تراها دول
مشاكل في الناتو وتحقيق لها. ربما نحن نتحدث عن السويد وفنلندا واحتمالات انضمامهم بعد إعلان تركيا الموافقة، وفي هذه الاجتماعات سيكون هناك موقف حاسم للانضمام، هل سيتم الموافقة أم لا. نحن نتحدث عن تصعيد محتمل في ليس فقط في الأزمة الأوكرانية ولكن حتى اتجاه السويد وفنلندا إذا وافق حلف الناتو على انضمامهم، خاصة أن روسيا ترفض هذه الخطوة تماما، وتدخل روسيا في أوكرانيا كان بسبب محاولات أوكرانيا لانضمام لحلف الناتو والتي تراها روسيا تهديد مباشر لأمنها القومي. نحن نتحدث أيضا عن تهديدات أكبر بكثير من التهديدات العسكرية، لعل أبرزها الأزمة الغذاء التي قد تواجه العديد من دول العالم، خاصة الدول الأفريقية أو بعض الدول الأفريقية. ومن المؤكد أن الحلف سيناقش هذا الملف تحديدا، لأن هذه الأزمة مرهونة بالأزمة الأوكرانية أو حل الأزمة الأوكرانية. ربما كانت هناك اتصالات سابقة بين قيادات أوروبية والرئيس بوتين والحديث عن طريقة خروج المواد الغذائية من أوكرانيا أو فتح المواني لخروج هذه المواد إلى بعض الدول لعدم وجود أزمة غذاء عالمية. ولكن نحن نتحدث أن الوضع الآن الأوروبي وهذه الصورة وهذا الاجتماع تحديدا اجتماع حلف الناتو ربما يكون هناك حالة من التصعيد. القضية الآن ليست فقط في الاجتماع حول الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن أيضا هناك حديث حول الدور الصيني أو مناقشات حول الدور الصيني الذي يراه أيضا حلف الناتو أو دول حلف الناتو تهديد مستمر أخطر كثير من الأزمة الروسية الأوكرانية. لذلك يعني هذا الاجتماع له أهمية كبرى سواء كان لدى الأطراف أو لدى الأطراف يعني أو الأعضاء في حلف الناتو، ولتحدث مقرون بضرورة أن يكون هناك موقف موحد. وهذا الأمر ربما يضعنا أمام تصور أن ما زال هناك انقسامات داخل حلف الناتو أو ما زالت هناك مواقف لبعض الدول داخل حلف الناتو تتعارض مع بعض أو تسعى لحماية مصالحها، وهذا يعني أن هناك تصدع ما زال موجود داخل حلف الناتو برغم إعلان دول الحلف بأن هناك وحدة موقف وغيره. إضافة إلى ذلك أن هناك أزمة حقيقية تواجه هذه الدول، وهو كيف أو آلية التعامل مع روسيا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، وكيف سيتم التعامل مع روسيا في ظل هذه الأزمة. ربما يعني مداخلة زيلينسكي اليوم أو ما سيتحدث به زيلينسكي سيكون له أهمية كبيرة جدا على أو له تأثيرات كثيرة أو كبيرة جدا على تغير شكل الحوار أو على المناقشات ومفردات هذه القمة. ولكن في النهاية التهديدات أو ما يحدث الآن في هذه القمة هو يحتاج لدراسة أكثر حول التهديد الذي تراه هذه الدول، وهناك وربما يكون هناك تصعيد أكثر خطورة على المستوى الدولي. وصلت نعم وصلت الفكرة، شكرا لك دكتور محمد ربيع الديهي خبير العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إجراء محادثات حاليا مع روسيا لإعادة الأسرى الأوكرانيين والمقاتلين المتطوعين الأجانب. إلى ذلك أعلن المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال إلى 968 طفلا بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى تضرر 2092 مؤسسة تعليمية. من جهة أخرى أعلن الجيش الأوكراني مقتل 35450 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية. دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة إلى تفقد موقع ضربة صاروخية روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة كريمينتشوك في وسط البلاد. في حال أنكرت روسيا أن هؤلاء القتلى ليسوا ضحايا هجماتها الصاروخية، عندها أقترح أن تقوم هيئة الأمم المتحدة بإرسال إما ممثل خاص للأمين العام أو لجنة تقصي حقائق إلى موقع الهجوم في كريمينتشوك،
وبهذا يصبح باستطاعتها الحصول على جميع المعلومات المطلوبة وتتأكد من أن الهجوم قد حدث من خلال هجوم بصواريخ روسية من عدمه. نشرتنا مستمرة معكم ونتابع فيها بعد الاقتصاد. البرلمان في الإكوادور يرفض مذكرة إقالة رئيس البلاد من منصبه. الآن نتعرف على أخبار المال والأعمال ونتحول إلى حنان الكولي. إليك حنان. شكرا لك شهاب. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. البنك الدولي يقر تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي بمصر. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا مع وزير المالية محمد معيط. خلال الاجتماع عرض وزير المالية مستهدفات الموازنة الجديدة وما تتضمنه من تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي. وأكد الوزير تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة. أقر البنك الدولي تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة المالية الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح. وذكرت الوزارة أنه من المقرر أن يسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف في وطأة الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما وأن موسكو وكييف تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق. قال وزير المالية محمد معيط إن شهر يوليو المقبل سيشهد اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين والمكلفين، بما لا يدع مجالا للحديث عن التقديرات الجزفية. أضاف الوزير أنه يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها يستطيع أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلى ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيا بإحدى وسائل الدفع غير النقدية دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات. اختتمت بالقاهرة فعاليات المنتدى الأول للاتحاد الأفريقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجهت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وجهت كلمة للمنتدى استعرضت فيها دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في دعم مشروعات الشباب في مصر على مدار السنوات الماضية. بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومفاوضي الاتحاد الإفريقي وزارة التجارة والصناعة بدول القارة السمراء، انطلقت بالقاهرة فعاليات المنتدى الأول للاتحاد الإفريقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد وجهت وزيرة التجارة والصناعة دكتورة نيفين جامع كلمة إلى المنتدى عبر الفيديو كونفرنس استعرضت خلالها ما شهدته مصر من زيادة ملحوظة في أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وحتى الآن، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب. مدار الأعوام الثمانية الماضية منذ تولي السيد الرئيس المسؤولية شهد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة توسعا كبيرا في صلاحياته واختصاصاته وقدراته التمويلية، حيث تضاعفت معدلات التمويل والخدمات غير المالية التي يقدمها للشباب، ووصلت إلى ضخ 40 مليار جنيه في شريين الاقتصاد القومي لتمويل 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال 8 سنوات، مما ساهم في توفير
2.5 مليون فرصة عمل لأبناء مصر بجميع المحافظات. في نمو كبير جدا في محفظة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أيضا الخدمات الأخرى زي التسويق والمعارض والخدمات غير المالية والدعم الفني والتدريب، كل دي أشياء حصل تطور كبير جدا فيها في الفترة الأخيرة. المشاركون في المنتدى الإفريقي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة استعرضوا دور مجلس العمل الإفريقي ودور القطاع الخاص في إفريقيا لتعزيز قدرات الشباب والمرأة لتأسيس مشروعاتهم الصغيرة والتي تستوعب 60% من العمالة بإفريقيا، كما استعرضوا سبل تيسير حصول المرأة والشباب على التمويل لتأسيس مشروعاتهم والسماح لهم بالتسويق لمنتجاتهم في ظل منطقة التجارة الحرة الإفريقية. من المهم أن تتخذ كل دولة في إفريقيا خطوات جادة لتمكين المرأة والشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة من سكان قاراتنا الشابة. نعمل من خلال الاتحاد الإفريقي على بناء قدراتهم وتدريبهم على تأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتيسير حصولهم على التمويل. إذن فمصر ومن خلال استضافتها للمنتدى الأول للاتحاد الإفريقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على تعزيز دور المرأة والشباب الإفريقي وتمكينهم من أجل إيجاد مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة العقبات أمامهم سواء المتعلقة بالتمويل أو التدريب. لمياء موافي، النيل. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية قبيل منتصف التعاملات مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 622 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.42%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 7 بنسبة 0.73%. إذن انتهت مشاهدينا أخبار المال والأعمال، وعودة إليك شهاب. شكرا لك حنان. رفض البرلمان في الإكوادور مذكرة بعزل الرئيس جيرمو لاسو من منصبه الذي يواجه احتجاجات للسكان الأصليين على غلاء المعيشة في البلاد، وحصلت مذكرة الإقالة على تأييد 80 صوتا فيما كان يحتاج تمريرها إلى 92 صوتا، وذلك وفقا للنتائج التي أعلنها الأمين العام للبرلمان ألفارو سالازار في جلسة تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان رئيس الإكوادور جيرمو لاسو قد أعلن في وقت سابق أنه سيخفض أسعار البنزين والسولار، وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي بدأت قبل أسبوعين وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 6 قتلى. اندلعت مصادمات بين متظاهرين وقوات الشرطة في شوارع ليما عاصمة بيرو خلال احتجاجات ضد الرئيس بيدرو كاستيلو، وكانت منظمات المدرسين والعمال قد خرجت في احتجاجات متهمة كاستيلو بعدم تنفيذ وعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، ويطالب المدرسون بزيادة الأجور وتوجيه اهتمام خاص لأصحاب المعاشات. كان كاستيلو اليساري والمدرس وزعيم اتحاد العمال السابق قد وصل إلى سدة الرئاسة خلال حالة عدم استقرار سياسي غير مسبوقة منذ توليه المنصب في يوليو الماضي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد أخبار الرياضة. بعد مرور 25 عاما على وفاة الأميرة ديانا، فيلم وثائقي جديد يسبر أغوار حياتها. أبحر المخرج إيد بيركنز بين مئات الساعات من اللقطات المصورة للأميرة ديانا بحثا عن لحظات يأمل أن تقدم منظورا جديدا عن حياتها وصورتها العامة. بعد 25 عاما من وفاتها، أبحر المخرج إيد بيركنز الذي رشح للأوسكار بين مئات الساعات من اللقطات المصورة للأميرة ديانا بحثا عن لحظات يأمل أن تقدم منظورا جديدا عن حياتها وصورتها العامة. يعتمد الفيلم الجديد الأميرة كليا على لقطات أرشيفية
تتتبع حياة ديانا عندما كانت مراهقة خجولة حتى وفاتها في 31 من أغسطس عام 1997 عن عمر ناهز 36 عاما، ومشاهد الحداد التي لم يسبق لها مثيل. وفي تجنب للمقابلات والتحليل المقارن الذي يستخدم عادة أداة سرد في الأفلام الوثائقية، قال بيركنز إنه يأمل في استكشاف العلاقة المعقدة بين ديانا ووسائل الإعلام والجمهور وإثارة استجابة عاطفية من الجماهير. أملنا هو استخدام اللقطات الأرشيفية آلة زمن لإعادة الجماهير إلى ماضينا المشترك والسماح لهم بعيش القصة مرة أخرى. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي هو ما هو دورنا في هذا، ما هو دورنا النشر في القصة، وإلى أي مدى تواطأنا. كانت ديانا في 20 من عمرها عندما تزوجت الأمير تشارلز عام 1981، وأصبحت مصدر إعجاب واهتمام عالمي، وأدى انهيار زواجهما إلى تسليط الضوء عليها وزيادة اهتمام رأي العام بها. ولقيت ديانا حتفها عندما تحطمت سيارة كانت تستقلها في نفق بباريس أثناء هروبها من المصورين، وسيطرح فيلم الأميرة في دور العرض في بريطانيا غدا الخميس، والذي ينتظره الملايين من عشاق الأميرة ديانا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. الرئيس السيسي يواصل زيارته إلى مملكة البحرين ويؤكد الحرص الوثيق على زيادة التعاون بين البلدين في شتى المجالات. رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار وترتيبات استضافة مؤتمر المناخ كوب 27. انطلاق قمة الناتو في مدريد، وبايدن يعلن تعزيز الوجود العسكري في أوروبا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.